في الجنة قليل أكثرهم رجال أكثر من يدخلون من الأمم ما قال لا يدخلن الجنة حتى رائحة الجنة التي تشم من مسيرة 500 سنة والله ما يجدونه لماذا؟ لأنها سافرة متبرجة لأنها مخصرة في المجمعات لأنها وضعت العطورات والزينة لأنها حادثت الشباب لأنها صورت نفسها وأرسلته في تلك البرامج الخبيثة بل إن الله وصفها وصفا دقيقا حتى وصف أثداءها فقال جل جلاله إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا أتدري ما معنى وكواعب أترابا؟ أي أفداء الحور الله جل جلاله يصف نعم حتى يعلمك ما في الجنة وأنه لا حياء في هذه الأمور حتى يجعلك تتنافس وتتسابق إنها رسالة إلى من ضيع الجنة بشهوة ساعة اسمع أفداء الحريات كيف وكواعب أترابا أي نواهد الحور كالرمان ليست متدلية إلى أسفل زيادة في الحسن والجمال فأين المحبون للنساء أين المشتاقون للحور كم هم الذين باعوا الحريات لأجل فتاة سافرة فاجرة قال الله جل وعلا حتى الجماع والمعاشرة ذكره الله حتى يشوقك حتى يعلمك ما في الجنة ليس فقط أكل وشرب ونعيم بل هناك جماع ليس كجماع الدنيا وهناك نساء ليسوا كنساء الدنيا قال ربي جل جلاله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم على الأرائك متكئون قال أبو مجلس قلت لابن عباس ما شغلهم الله يقول إن أصحاب الجنة في شغل هل عندهم أشغال عندهم ما انتهى النصب والتعب والعبادة ما الذي شغلهم يا ابن عباس قال شغلهم افتضاض الأذكار شغلهم افتضاض الأذكار هل في الجنة جماع ومعاشرة نعم عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا قال والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى 100 عذراء 100 عذراء والأعجب والأغرب أنه كلما عاد إليها وجدها بكرا وزيادة في زيادة في اللذة والأنس يجدها بكر كما قال ليست كنساء الدنيا تفضل بكارة وتنتهي بل كلما خرج وزار العزيز الحميد ثم عاد يجدها بكرا أهل الجنة يعطون قوة مئة في المأكل والمشرب والمطعم والجماع حتى في الجماع لأن هناك من أهل الجنة من قد يزوج بمئة وربما بأكثر وهو يعطى قوة مئة يعني يستطيع في غداة واحدة يجامع 100 امرأة أو 100 حورية من نساء الجنة لكل مسلم في الجنة حوريتين هذا أقل شيء كل حورية لها 70 وصيفة معها الحورية حلالك والوصيفة حلالك ولكل امرأة من أهل الدنيا دخلت الجنة 70 حورية فترتيب نساء الجنة 4 أول شيء امرأة الدنيا هذه رقم 1 معها 70 حورية ثاني شيء الحورية معها 70 وصيفة الثالث الوصيفة ثلاث أنواع عفوا ثلاث أنواع النساء في الجنة ثلاث أنواع أزوج في الدنيا بزوجة فعندك واحدة زوجة زوجتك اللي في الدنيا ثم 70 حورية معها حلالك ثم مع كل حورية 70 وصيفة أصبح كم عندك من امرأة هذا أقل واحد طيب لو فرضنا عندك 4 زوجات مع كل واحدة 70 حورية مع كل حورية 70 وصيفة كم صار الجميع أعانكم الله في ذلك اللقاء مدته 70 سنة
70 سنة من سنوات الدنيا، هذا اللي قال واحد. فإذا كملت ما يقارب 70 سنة تناديك حريتك الثانية من درجة فوق درجتك، يا عبد الله يا ولي الله أليس لنا فيك نصيب؟ فترفع بصرك فإذا هي أجمل من اللي عندك، تقولها من أنت رحمك الله؟ تقول أنا حريتك في الجنة، أنا التي ذكرني الله عز وجل لك وقال ولدينا مزيد، أنا من المزيد. تترك هذه وتروح للثانية، أعانك الله، تجلس وياها حول 70 سنة شوي تناديك الثالثة، يا عبد الله ليس لنا فيك نصيب؟ تنظر فإذا هي أجمل من اللي عندك. يقول حرف من أسد المحاسب رحمه الله: كيف إذا أقبلت الحورية بشعرها الأسود ووجهها الأبيض؟ سبحان من جمع الليل والنهار، شعر نحر فغر خد جد انهود فخوذ سيقان بياض نعومة، ما في كريمات ولا نيفيا ولا وازلين، ما في أي شيء. يقول الله: عن الوجوه يومئذ ناعمة، حتى وجهك أنت ناعم بدون أي أنواع مساحيق ولا نوع مكياج، أنت منعم. قال رحمه الله: كيف إذا دخلت عليك الحورية في هذا الوجه الجميل وذلك الطول الفارع، شعر أسود ووجه أبيض، سبحان من جمع الليل والنهار. المس كفة يا شيخ، بس ما المسح. يقول: كيف إذا لمست بنان البنان هذا، كيف إذا لمست بنان نعم بالجنان آلاف السنين؟ لا إله إلا الله. وإذا أقبلت الحورية، يقول رحمه الله: كيف إذا دخلت أحد القصور وإذا عشر من الحور العين متكئات على كثبان مسك؟ جاء أبو خالد، وين أبو خالد أقبل؟ فلما رأينك قمنا إليك مسرعات سعيدة الحظ التي تضع إبهامها في يدك، فلما أمسكنك ألقينك على ظهرك على كثبان مسك، سحنك على الظهر يا جمال وأكبر، والحاضرين كلهم إن شاء الله. قال: فمن واضعة فمها بفمك، تزين أنت مبخر، ومن واضعة خدها بخدك، ومن واضعة صدرها بصدرك، والباقيات تضرن الدور. لا إله إلا الله. يقول رحمه الله: كيف إذا قدمت لك الحورية كأس الخمر؟ أي خمر الدعوة من بلاش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجميل العظيم: لو أن حوراء بسطت في 7 أبحر لعذبت البحار من عذوبة فمها، وخلق الحور العين من الزعفران. بل يقول حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة نهرا يقال له البيدخ، عليه قباب من ياقوت، تحته حور ناشئات. يقول أهل الجنة: انطلقوا بنا إلى البيدخ، أي إلى ذلك النهر، فيتصفحون تلك الجواري والحواري، فإذا أعجب رجل منهم جارية مس معصمها فتتبعه بإذن الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول في ذلك: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ويقول الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة حوراء يقال لها اللعبة، كل حور الجنات يعجبن بها ويضربن بأيديهن على كتفها ويقولن لها: طوبى لك يا لعبة، لو علم بك الطالبون لجدوا، مكتوب بين عينيها: من أراد أن يكون له مثلي فليعمل برضائي ربي. أسأل الله أن يكرمني وإياكم بتلك الجوائز العظيمة من رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الحور الحسان كأنهن الياقوت والمرجان، فجعلهن للمؤمنين قاصرات الطرف، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. أخي أتحبها؟ فلك زوجتان بدخولك الجنان، لا حيض ولا نفاس، لا بصاق ولا مخاط، لا بول ولا غائط، بل لو أن امرأة من أهل الجنة
اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا. لذا تعطى في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قيل يا رسول الله أو نطيق ذلك؟ قال يعطى قوة 100 رجل فهي تغار عليك وتغني لك. واسمع إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن الحور العين لتغنين في الجنة، لكن ليس كغناء كوكبة الشرق أو العندليب، لا، فيا من فتنت بالأغاني الماجنة ويا من استمع للأغاني الفاجرة لا تحرم نفسك من غناء الحور العين بصوتها الرخيم. I'm not going to be able to do that.